زيدان يمسك الكرة يراوغ المدافع الأول ثم الثاني ويوجهها بكل ذكاء نحو بلومي. بلومي بكل خفة يراقب يصوب ويحذف فيكون له شرف تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة. زيدان يمسك الكرة يراوغ المدافع الأول ثم الثاني ويوجهها بكل ذكاء نحو بلومي قرب منطقة 18 متر. بلومي بكل خفة يراقب يصوب ويحذف فيكون له شرف تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة. وخروج غير موفق لسرباع يسجل الهدف المفاجئ من طرف أولو في الدقيقة إثر مخالفة منافذة من طرف شليدوزي. وخروج غير موفق لسرباع يبقى غندوز وقريشي بدون حركة ويسجل الهدف المفاجئ من طرف أولو. أسماؤها ترفرف كما ترفرف الراية الوطنية. الأخضر بلومي، صالح عصاد، رابح ماجار، شعبان مرزقان إلى آخره. ليلة من طرف ماجر، الهدف الثاني من طرف اللاعب ماجر. دقيقة 83 حيث أرسل قاسي سعيد كرة طويلة في اتجاه ماجر الذي يمسكها ويتخلص من أولو ويقذفها بكل قوة لتستقر في شباك الحارس النيجيري مسجلا الهدف الثاني لصالح الجزائر.